تركها تروح، أهلها عم يستنوها. مرت عمي أنا بروح لحالي بلا ما عزبه لعمي. لا عذاب شو؟ بيوصلك وبيروح. يا ماما أنا قلت لك بدي أحكي معها بشغلة ضرورية. فيك تحاكيها أيمتى ما بدك، بس هلأ أتركها تروح، أهلها عم يستنوها بالبيت وما بيصير إنه تتأخر. سوانندي طلعي، عمك بيكون جهز السيارة. إيه بشوفك. سلام. سلام. أوف أنا تعبت. تعبتي؟ شو أختي خلصتي ضب الغراض؟ لسه ما خلصنا سوانندي، ما في غيرنا هون لأنه إيه مو مشكلة حبيباتي، هذا شغلنا بالنهاية. قولي هالحكي لحالك يا أنسة، أنت حتى ما اشتغلتي معنا بضب الغراض. كانت عم تعتني بنين لهيك ما ساعدتنا. سوانندي نيل قال لك شي؟ عن شو؟ قصدي ما قال لك عن أي شي أبدا؟ دايماً منحكي وقت منشوف بعضنا، بس أنتي عن شو قصدك بالتحديد؟ ولا شي عادي، عم احكي بشكل عام. هو كان كتير قلقان على صحتك وسألني، وأنا قلت له أنه جرحك بسيط وأنك منيحة كتير. يعني قصدك